من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أن يوجد في هذا الكون وفي هذا العالم الذي نعيشه عباد لله تعالى من الصالحين ممن جمع الله فيهم العلم والعمل، ومن أولئك الرجال الفضلاء الكرماء الذين أنعم الله سبحانه وتعالى على عالمنا الإسلامي بوجودهم فضيلة شيخ الطريقة القادرية العطارية الشيخ محمد إلياس القادري حفظه الله تعالى، فنرجو من الله سبحانه أن يبارك في حياته وأن يبارك في صحته. بارك الله في شيخنا وجعل إن شاء الله هذه المناسبة رحمة وبركة علينا وعلى العالم كله، ونفعنا الله به وبجميع عباده الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم خادم العلم وأهله عبد الهادي ابن محمد الخرسة الدمشقي الأزهري. شهر رمضان شهر الخيرات والبركات، وهو شهر عظيم حافل بالإنجازات العظيمة والمناسبات المهمة، وكذلك شهد ولادة كثير من القادة والعلماء والأولياء والصالحين. ومن هؤلاء سيدي الشيخ محمد إلياس العطار القادر حفظه الله تعالى، الذي يصادف ذكرى مولده في هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك. وبهذه المناسبة الطيبة العطرة أتقدم لسيد الشيخ محمد إلياس حفظه الله تعالى بأجمل التهاني وأطيب التبريكات، متمنيا له دوام الصحة والعافية وطول العمر والبركة في العمر. سيدي الشيخ إلياس، أنا اسمي إبراهيم ترخان الأزهري من بلاد القوقاز. أتمنى لكم سيدي بتلكم المناسبة عمرا مديدا وقلبا سعيدا وصحة جيدة. دمشق کے عالم صاحب تھے، انہوں نے بھی بھلے جذبات کا اظہار فرمایا، اللہ کریم سب کو جزا خیر عطا فرمائے، دونوں جہاں کی بھلائیاں سب کو نصیب فرمائے.